السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي متابعين الدكتور هيثم عارف التراسكان، تحياتي لايف جديد اليوم الجمعة 24/5 ومجموعة حالات جميلة. طبعا I encourage you يعني ان انتوا تشوفوا بوست الخميس الأسبوعي لأجمل الإجابات، وكمان تشوفوا المقالة اللي هي هتبقى بوست الجمعة الأسبوعي على الويب سايت بتاعنا، وهذا الأسبوع بقلم المبدعة دكتورة أميرة شوقي، فيتر انترا ابدومينال امبليكال فين فاركس. وطبعا انت لو دخلت بس على البوست كده هتلاقي دكتورة أميرة ودكتورة نور الادمنز جروب الترا سكان اوبيجاني الترا ساوند سكول، هتلاقيهم مجاوبين اجابات رائع اقل ما توصف ان هي رائعة ويعني في غاية الافادة. طبعا اللي مش على جروب الواتساب معاهم فايته كتير، يعني طبعا هم ما شاء الله عليهم اجابات رائعه في منتهى الجمال شيرتها على الجروبات. طبعا الاحباء اللي بيقولوا ما بتنشرش على جروبات تانية، اكشوالي لا انا بنشر فقط على الجروبات بتاعتي، وهتلاقي الماتيريال فقط في الجروبات عندي، وعشان ما نشتتش نفسنا انا بحاول اقلل البلاتفورمز بدل ما الناس، فهي الجروبس بتاعت الواتساب مينلي، في جروب تليجرام، صفحتين الفيسبوك بتوعنا والجروبين الفيسبوك، واكشوالي بحاول اقلص الموضوع يبقى مينلي كوندنسد في الترا سكان اوبيجاني الترا ساوند سكول ايزر البيج او الجروب، وطبعا الجروب الواتساب والتليجرام. طيب نشوف بقى الفيديوهات الجميله بتاع الاسبوع ده. اكشوالي اول حاله من الحالات هنمشي كده طبعا من الاربع للسبت، الخميس بقى بوست الخميس الاسبوعي، والاربع من السبت الاربع حالات. فحاله يوم الاربع حاله ظريفه جدا وجميله جدا وسهله جدا، عباره عن دوبلكس كيدني. دوبلكس كيدني لان في دبل كوليكتنج سيستم موجود ومصلي، هتلاقي اتنين يوريتر نازلين وفاتحين في البلادر وزاويه يوريتروسيل. ففي طبعا يمكن دكتورة نور حطت اجابات للحالة على جروب الواتساب، هضيفها على بوست الخميس الاسبوعي ان شاء الله. يعني دياجرام ظريف كده بيوريك شكل الدبل ايه او ايه الفاريشنز اللي ممكن تبقى موجودة مع الكيدني اللي فيها دبل يوريتر بالمنظر ده او دوبلكس كيدني زي ما نقول. خد بالك دي دوبلكس كيدني على وان سايد والناحية التانية كويسة، فده فاريشن ممكن تبقى دوبلكس كيدني بايلتر. نكمل احبائي الكرام الحاله الجميله دي، بعديها ناخد تاني حاله من حالات الاسبوع اللي عليها الفيديو بتاع الاسبوع ده، الفيتر انترا ابدومينال امبليكال فاركس، ودي هتلاقيها انيكوك سيست موجوده في الميدلاين قريب من الاوريجن بتاع الامبليكال كورد. انا شايف ان هي ايزوليتد فايندنج، يعني هتشوفها كتير وملهاش، لكن لو اسوشيتد مع اذر سوفت ماركرز ممكن تفكر في ترايزومي. ولكن اتس فايندنج ظريفه انك تشوفها انيكويك سيست موجوده في الميد لاين بالظبط، تاخد كلر بالتالي تبقى انترا ابدومينال فين فاركس. احبائي اكرام طبعا هحيلك على مقال الدكتوره اميره اللي كاتبينها اللي هي موجوده على الويب سايت، نازله بدري على الويب سايت الاول وبعدين بتنزل بكرة على صفحة الترا سكان وبيجيني الترا ساوند سكول بعد الساعة 12 بالليل. عشان ادي افضلية للويب سايت، انتوا لو ملاحظين طبعا بحاول اخلي الويب سايت زي مثلا ايه يعني سونوبيديا كده لكل الموضوعات بتاعة الويب سايت بتاعي الترا سكان 4D 5D. تالت حالة من حالات الاسبوع دسمة جدا جدا جدا، اللي تروح تتابعوا اجابات دكتورة نور ودكتورة اميرة عليها، ولكن طبعا في كليفت ليب وباليت موجود يونيلاترال الريسيدنج فور هيد، وتحس ان اللاين بتاع الهير واصل، وده طبعا بدري ان الهير واصل لحد تقريبا الايز. كان حاجه تانية ان كان في مايكروتيا، يعني الاير كانت صغيره شويه. حاجه رابعه وخمسه ان يعني في داتا كتير موجوده في الحاله، السيربيلم هايبوبلاستيك. في اللي كمل الفيديو وشاف اجابات الدكتوره نور هلاقيها كاتبه كمان كلاينوداكتلي، يعني في الفينجر نفسه عامل يعني واخد شكل كده ايه كلينشنج، بس يعني اوتر ديفيشن للفينجر للاندكس
اهو الاندكس واخد سنة اوتر ايه ديفيشن عن بقية الفينجرز وكلينشنج برضو الى حد ما. الهارت لو انت كملت فلوت زي ما الكتاب بيقول، فلوت تترولوجي زي ما الكتاب بيقول، اوفر رايدنج اورتا في اس دي وي وي وي، سنجل امبيليكال ارتري احباج رام ساندل جاب ساين موجوده في الحاله. انا بقول ده هاي ريسك ترايزومي، موستلي ترايزومي 18 احبائي كرام، وسنه هايبوسبيدياس لان الميل اورجان ميل جينيتاليا فيها هايبوسبيدياس. فيعيد كده الفيديو مرة واثنين وثلاثة واسمع الشرح، وهتستمتع جدا حالة في منتهى الدسامة. ولا تنسى انك تشوف صورة ال هتلاقيها تحتيها على طول، انا مشير اهي الصورة دي بتاعت الحالة الفيس بتاعها. الحالة رقم 4 في تل انترا هيباتيك كالسيفيكيشن احبائي اكرام، اهي فيتال انترا هيباتيك كالسيفيكيشن. ايه اللي موجود في الفيتال ليفر؟ فيتال كالسيفيكيشن، كالسيفيكيشن انترا هيباتيك احبائي كرام. ممكن تبقى بسبب فيتامين دي ديفيشنسي، وده ممكن يفسر معاك لما تلاقي حالات فيها ايكوجينيك انترا كاردك فوكس، او بتلاقي انترا هيباتيك كالسيفيكيشن وممكن برضو بسبب التورش. فانت هتقول للدكتور يعمل تورش انفستيجيشن، وكمان يدور الحاله دي يا ترى فيها فيتامين دي ديفيشنسي ولا لا عشان يحصل الكالسيفيكيشن بالمنظر ده. وات كود بي ان ايزوليتد فايندنج زي الفاركس وما لا تمثل شيء. وارجع اقرا اجابات الدكتوره اميره والدكتوره نور موجوده في بوست الخميس لاجمل الاجابات. اخر حاله من حالات الاسبوع، حاله جديده، ويا ريت اللي يسمع الفيديو يعرف يقول لنا ازاي ننشرها كيس ريبورت. لو انت بصيت على الفيديو من الاول لاخر هتلاقي اتنين اوفري ناحيه اليمين واتنين اوفري ناحيه الشمال، سوبر نوميريك اوفري زي سوبر نوميريك كيدني كده. وبالتالي الحاله دي سبحان الله عندها اربعه اوفري موجودين مش اتنين. شفت الليتريتشر لقيت منشور ان في حاجه اسمها سيرد اوفري، يعني لقوا حاله فيها اوفري واحد ناحيه واتنين اوفري الناحيه الثانيه. يمكن احنا اول حد ينشر حاله فيها اربعه اوفري، اتنين يمين اتنين شمال. الحاله موجوده. لو انتوا عايزين، لو حد يقدر يساعدنا ان احنا ننشر بيبر زي دي يا ريت يتواصل معانا، وهنجيب الحاله وهننشر البيبر. طبعا عايزين ندخل اكيد اسم الاسر دكتور محمود مهديه صاحب الحاله، فاشكره شكرا جزيلا، واراكم على الف خير يوم الجمعه القادمه. يا رب تكونوا بتستمتعوا باللايف وبالحالات، جاوبوا وشيروا البوستات على قدر المستطاع، واراكم على الف خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.